فيما يتعلق باتحاد الكوره كلام كتير شويه. خلاص تم تعيين اللجنه المؤقته اللي هتدير اتحاد الكره لحد يوم ايه او لحد امتى، لحد موعد الانتخابات اللي هتكون في 2020. اللجنه المؤقته لاتحاد الكره بتتمثل في مين؟ تتمثل في رئاسه عمرو الجنايني، نائب رئيس دكتور جمال محمد علي، عضويه كل من محمد فضل، احمد عبد الله، وصحر عبد الحق. دول ليه يا جماعه؟ دول لتيسير اعمال اتحاد الكره. طب المطلوب منهم ايه خلال الفتره دي؟ برضه عشان نتكلم بمنطقيه وواقعيه. اولا ده طبقا للي تم وضعه او الاهداف اللي تم وضعها من قبل لجنه الفيفا. انتوا جايين ليه يا جماعه؟ عشان تسيروا الامور والاعمال الخاصه باتحاد الكره خلال الفتره المؤقته اللي جايه. مطلوب منكم ايه؟ واحد، تسيير الشؤون الاداريه اليوميه لاتحاد الكره. ثانيا، مراجعه النظام الاساسي للاتحاد ليتوافق مع قواعد ولوائح الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا. ثالثا، مراجعه النظام الاساسي والشروط الواجب توافرها في المرشحين لانتخابات اتحاد الكره في الانتخابات المقبله. رابعا، تنظيم واجراء انتخابات بناء على اللوائح الجديده بعد انتهاء الدوره الاولمبيه في اغسطس 2020، وده معروف. خامسا، تنظيم واجراء الانتخابات المقبله. تمام، دي الخمس حاجات اللي تم تكليف بها اللجنه المؤقته الجديده.